اكتر عيب، اكتر عيب للمنتخب المغربي تحت قيادة وحيد خليلو زيتش من وجهة نظري هو عدم وجود هوية للمنتخب المغربي. مرة يا خليلو زيتش تلعب بالاربعة اربعة اتنين، ومرة ثلاثة خمسة اتنين، ومرة بالأربعة تلاتة تلاتة، ومرة بالأربعة اتنين تلاتة واحد. أين الهوية يا وحيد؟ أين الهوية يا خليل زيتش؟ فوز الأقجع يعلنها أمام الملايين من عشاق ومحبي المنتخب المغربي العظيم. إقالة وحيد خليلو زيتش تمت رسمي، والبديل هو مدرب مغربي عالمي على أعلى طراز. وزياش يعلن قراره النهائي، وزياش يفرح المغاربة بما قالوا أمس من تصريحات أسطورية يا سادة. فوز الأقجع يعلنها إقالة وحيد خليلو زيتش بعد الجلسة مع وكيله أمس. انتهت فترة خليلو زيتش يا سادة يا كرام. هل سيكمل حتى مباراة ليبيريا يوم الاثنين، ولا يوم الاثنين ممكن نلاقي مدرب مغربي الركراكي او الحسين عموتة حسب تصريحات فوز لقجع الاقرب لتدريب المنتخب المغربي الركراكي او الحسين عموتة يا سادة؟ كذلك زياش أفرح أسعد فجرها للمغاربة أمس بتصريحات أسطورية، أعلن أنه سيعود لمنتخب الأسود في الفترة المقبلة في تصريح هز بلاد المغرب من الفرحة يا سادة.